اه احنا هنيجي للدعايه طبعا، لكن طبعا. انا كنت ليه بدات بشهادتك بالعندليب والاخوان واول من جسد حسن البنا في الدراما التلفزيونيه، انك لما لقيتهم بقى على الساحه في موقف القوه، يعني انت كونت خبرتك عنهم وعرفت من قراءاتي من قراءات، التاريخية لما لقيتهم بقى خلاص انه في اللحظه اللي بداوا يسيطروا انا على هحكي الحياه لك السياسيه يوم ما قاله دكتور محمد مرسي رئيس اعلان الجمهوريه. ان هو بقى احنا الرئيس. قاعدين في البيت انا ومراتي ومستنيين والبيوت كلها بتتكلم والحدث حدث يعني، وهم اعلنوا ان احمد شفيق نجا، ورغم يعني ان انا ما انا مش احمد شفيق قوي يعني، بس على الاقل بالنسبه لي افضل يعني، راجل من الجيش وراجل كذا وكذا وكذا، ولكن وانا على فكره في الانتخابات دي انا رحت لاحمد شفيق بيته، رحت في له انتخابات بيته الرئاسية 2012 انتخابات، رحت له بيته واتكلمت لما معاه. بقى هو خلاص هو محمد مرسي هما الاثنين في الجولة الثانية يعني. في الجولة الثانية في الجولة الثانية رحت له بيته وقعدت معاه وقعدت مع فريق العمل بتاعه، وهو يعني الفريق احمد شفيق مش مرتبط يعني ملوش دخل قوي بالشارع، فانا كنت بقى في الميدان وكنت في كل حاجه، فكنت بحاول اقربه لوجهه نظر الشباب عايزين ايه وبيعملوا ايه وهكذا، فانا كنت يعني معاه لانه بالنسبه لي اكيد افضل من الدكتور محمد مرسي. فكنتوا قاعدين في البيت قاعدين في البيت تتابعوا ومستنيين النتيجه. اول ما اعلنوا فوزه في كاشه سودا نزلت على عينيا انا ومراتي، كاشه سودا يعني، انا مراتي ضغطها واطي، لو ضغطها عالي كان جرى لها حاجه بجد يعني، احنا مش قادرين نتخيل، وشايفين بقى الميدان اللي قاعدين في الميدان مستنيين، هم كانوا معتصمين معتصمين، هو ما ينفعش يعلنوا الا مرسي بس كده. فابتدت الايام كاشه سودا كاشه سودا بجد يعني، طيب. انا حسيت فجاه ان عينيا ما بتشوفش.